يقول أنا مبتلى بآفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب، أسأل دائما أدعو الله أن يعافيني من ذلك، فهل من نصيحة لي؟ وأرجو الدعاء لي. نعم، النصيحة لك أنك تتوب إلى الله، تترك هذه العيوب اللسانية التي تقول أنك تتلفظ بها، هذه محرمات ولا يجوز، عليك بالتوبة الصادقة وترك هذه الأمور والعزم على ذلك، لا تكن ضعيفا أو مترددا، بل اعزم على تركها. وإذا كنت تخالط أناسا يغتابون وينمون ويتكلمون في الناس لا تجلس معهم، اعتزلهم، اجلس مع أناس طيبين لا يتكلمون بالكلام السيء. نعم.